الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. حقيقة شرفت اليوم بزيارة الجمعية وأيضا بالمشاركة في الأعمال الخيرية للجمعية المباركة، جمعية سامح. وبالمناسبة أود أشكر حقيقة جميع القائمين عليها والداعمين، على رأسهم الشيخ السبيعي وأيضا زميلنا الدكتور نايف الشراري والجميع حقيقة من يشارك في العمل المبارك. اليوم شاركت في تقديم خدمة الطب النفسي من خلال عيادة الطب النفسي، وكان في عدد حقيقة مناسب جدا من الحالات، رجال ونساء من فئات عمرية مختلفة، وبفضل الله عز وجل يعني كان فيه تجاوب من الجميع ودعم واهتمام كبير جدا مما ساعد الأداء المهمة. ويعني عمل بسيط وجهد متواضع اللي قدمناه، لكن عدد الحالات حوالي قريب ال 25 حالة اللي شفناها اليوم، والله ينفع بها الجهود إن شاء الله ويبارك فيها. وأكرر حقيقة الزملاء اللي يعني أتاحوا لي الفرصة للمشاركة في عمل الجمعية المباركة، وإن شاء الله تتكرر الزيارات مستقبلا بإذن الله.